الكرة ترجيها من جديد، وليد الهيشري يبحث على سامح الدربيري والصعود من جديد، التوزيع لبومبا يانيك، قلت ممتاز جدا الترجي التونسي في هذا الضغط الرهيب، يانيك نيانك قلت ممتاز في استقبال الكرة، كالعادة الرأسيات ولا أروع ولا أجمل هدف الترجي التونسي، وهدف يانيك نيانك صاحب 9 أهداف بعد ما سجل ثنائية أمام الأولمبيا البيجي، صام عن التسجيل أمام الشبيبة، يرجع من جديد يعني شق الفترة نتاعو نقولوا احنا بلغتنا يعني مع الكرة نتاع سامح الدربيلي، ممتاز يعني طلب الكرة من سامح الدربيلي والتمرير من وليد الهيشري قلب الدفاع لذا صحيح خالد. الأهم في الهجمة هذه الكل هو بداية الهجمة.